الحمد لله، الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأماجد، ونحن على هذا العام الهجري الجديد وعلى وقفات ودروس وعبر من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فأعظم ثمرة ما نحن فيه الآن أيها الإخوة في بيت الرحمن عز وجل، نشهد بالله عز وجل ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. هكذا أيها الإخوة، لم يكن هذا أن يأتي من فراغ، فرضي الله عنهم وأرضاهم، عن الصحابة الكرام وعن السلف الصالح وعن التابعين وعن تابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا المسؤولية أيها الإخوة، أمانة الدين، كانت من أجلها انذرفت، من أجلها الدماء واسترخص، من أجلها كل غال ونفيس وثمين. هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، ابتداء ما جرى قبلها ومن الحاسات من بعدها، نستذكر فقط أيها الإخوة من مواقف الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأن الأمم والحضارات تبنى بالدين والقيم، ومن لا تاريخ له لا مستقبل له ولا حاضر، فهذه الأمة المبشرة المكرمة من عند رب العالمين، أكرمها الله عز وجل بخير كتاب أنزل، وشرفها بخير نبي أرسل، وجعلها من خير أمة أخرجت للناس. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الدروس نستخلصها، أن أبرك وأجل وأعظم ما يسترخص فيه كل غرض هو دين الإسلام والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. من أجل الدين ترك النبي وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الوطن والانتماء إليه، فهو النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة وينظر إلى مكة وعيناه تذرفان حبا صلوات ربي وسلامه عليه والسلام في بلده ومسقط رأسه وبرتع سباه صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول: والله يا مكة لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. ثم دعا الله عز وجل فقال: يا رب، اللهم أسكني في أحب البلاد إلي، فكانت المدينة المنورة. من أجل الدين الله عز وجل يسترخص الأولاد والأهل والوطن وكل شيء، فترك النبي صلى الله عليه وسلم أهله، وترك الصحابة أموالهم، وتركوا ديارهم صدقا منه في موعود الله عز وجل، ومن ترك شأن الله عوضه الله خيرا منه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ثقة وصدق في وعد الله عز وجل وموعود المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأماجد، لا يمكن أحد منا أن يتخيل كيف ركب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، كيف بنى الإسلام هذا الرعيل من شباب وشيبة، رجالا ونساء، فداهم الله عز وجل وفداهم النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر هنا في موقف في قوله عز وجل في سبب من